يعني أولاً طوفان الأقصى هذه معركة استراتيجية، وكونها جاءت معركة استباقية، العدو الصهيوني كان داخل على قطاع غزة، فحين تبدأ أنت يوم 7 أكتوبر بنصر تاريخي واستراتيجي بهذا الحجم، وأنا لم أذكر كل شيء بالمناسبة، يعني لو أردنا أن نقف فقط على طريقة دخول المجاهدين إلى قطاع غزة إلى محيط غزة، والله نحتاج إلى حلقة أخي محمد علي. لو أردنا أن نتكلم على الإبداع في تاريخ 7 أكتوبر، 7 أكتوبر اختيار التاريخ أيضا فيه إبداع وفيه توفيق من الله عز وجل. لا والله، التوفيق قبل الإبداع، توفيق من الله عز وجل أولا ثم إبداع ثانيا. فقد جاء يوم 7 أكتوبر مرتبط ارتباط وثيق بالأعياد الدينية اليهودية، مر على من يوم سيف القدس حتى طوفان الأقصى عامين لم يقتحم الصهاينة فيهما المسجد الأقصى فحسب، بل استباحوا المسجد الأقصى في سنتين، حتى أن الوزير إتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى أكثر من مرة بصفته وزيرا للأمن الداخلي الصهيوني والإسرائيلي بين قوسين. ثم جاء موسم الأعياد الطويل الذي بدأ يوم 19 سبتمبر 19/9 واستمر 21 يوم، ينتهي موسم الأعياد يوم 8 أكتوبر، فحين تختار المقاومة يوم 7 أكتوبر يعني قبل نهاية موسم الأعياد اليهودية بيوم، وهذا اليوم يسمى في التوراة يوم عيد تمام الغفران. إيش يعني تمام الغفران؟ يعني اليهودي الآن غفر له ما تقدم من ذنبه، ولذلك كانت هذه الليلة ليلة حمراء، ليلة شرب وسكر ورقص وعربدة ونساء، ولذلك الفيديوهات التي انتشرت يوم 7 أكتوبر لهم يرقصون ويشربون وسهرانين حتى الصباح، وكان صباحها طوفان الأقصى، يعني صباح ليلة تمام الغفران بالنسبة للصهاينة كانت صباح طوفان الأقصى. الذي اختار هذا التاريخ هو رجل موفق وهو رجل مبدع، لأن الصهاينة في هذا الوقت مرهقون سهرانين طول الليل وسكرانين، ولذلك هذا يفسر لنا ما سر دخول الشباب، حتى بدأوا بالمقتلة الكبرى بالصهاينة لم يعرف أحد بدخولهم. 2، قام شبابنا المبدعون، وقد لا يكونوا فلسطينيين بالمناسبة، يعني قد يكون الشباب الذين عطلوا منظومة التجسس على قطاع غزة قد يكونوا توانسة، قد يكونوا مصريين، قد يكونوا عراقيين، قد يكونوا جزائريين، الله أعلم بجنسيتهم. هؤلاء الشباب الذين قاموا بالسيطرة على منظومة التجسس على قطاع غزة، ولمن لا يعرف قطاع غزة محاصر بسورين، سور إسمنتي طوله 65 كيلومتر الذي حدود قطاع غزة مع الأرض المحتلة، 65 كيلومتر محاطة بسورين، السور الأول إسمنتي والثاني حديدي، فقام الشباب بتفجير فتحات في الإسمنتي وقصوا الأسلاك الشائكة دون أن تنطلق الرشاشات الآلية التي كانت تنطلق على الفأر وعلى القطة وعلى الحمامة وعلى الدجاجة. هذا يعني أن الشباب دخلوا إلى هذه المنظومة الإلكترونية وتم تعطيلها بالكامل، ودخل الشباب بالموتورسيكلات شفناهم وبالطائرات وبالسفن، لذلك كان طوفان بري وبحري وجوي، وعدد الذين دخلوا كان فقط 1200 مجاهد، ولم يعلم هؤلاء الشباب بدخولهم إلى الأرض المحتلة إلا ليلة المعركة فقط، ولم يعلم من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس إلا بعدد أصابع اليد الواحدة، وأما كل الحلفاء المعدودين والحلفاء غير المعدودين فلم يكن يعرف أحد بموعد المعركة. حتى الفصائل الفلسطينية في داخل قطاع غزة وأقربها إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس الجهاد الإسلامي لم يكن يعرف بوجود معركة أو وجود استعدادات بهذا الحجم لمعركة تاريخية بحجم طوفان الأقصى. هذا كله مجتمع كان سبب توفيق الله عز وجل والإبداع في اختيار التاريخ وفي اختيار الموعد المناسب، الذي كانت معركة استباقية لمعركة استباحة قطاع غزة، وما فعله الاحتلال طوال 50 يوم من القصف والتدمير لم يترك مستشفى إلا قصفه، ومدرسة حتى مدارس الأونروا الأمم المتحدة، والمخابز التي يأكل منها الناس، والطرق
والمستشفيات، يعني استهداف المستشفيات هذه جرائم حرب، استهداف المدارس وأماكن النزوح كذلك هذه جرائم حرب، استهداف المخابز التي يأكل منها الناس هذه جرائم حرب، ثم أن تقول للناس انزحوا نحو الجنوب ثم في طريقهم تقوم أنت بقصفهم، هذه جرائم حرب مجتمعة يعني مجمعة، ينبغي للعالم أن يحاسب هذا النظام الفاشي النازي على هذه الجرائم إن شاء الله.